There is an agreement, and we ask all Palestinian groups and factions to commit to this agreement. Yes, it might be need some time for these groups, you know, to talk to their people on the ground. But anyway, there is a timing, and every group should be commit to this agreement. الاتفاق كان على قطاع غزة والضفة الغربية فلسطين بقعة جغرافية واحدة العدو الصهيوني لم يلتزم قام باجتياح جنين وأصاب مواطن قام باجتياح نابلس واعتقل آخرين وقام بقصف بيت حانون في الصباح بقذائف المدفعية لذلك سرايا القدس قامت بالرد على الخرق الصهيوني عندما يلتزم العدو بما تم الاتفاق عليه فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا الاتفاق مين هو؟ ما جيناك يا عبد الله، يعني أبو أحمد